لكن غريبه جدا يا جماعه، المباراه بتاعت البنك الاهلي او حتى البنك الاهلي على وجه التحديد، يعني المهندس عادلي اشار هي صدفه ان الماتش الازمه الاخير اللي وصل للنيابه واستدعي فيه محمد عادل وراح عمل بلاغ، هل صدفه انه يكون طرف مباراه الازمه نادي البنك الاهلي والنهارده مع النادي الاهلي طرف المباراه اللي يحصل فيها هذه المذبحه للقانون في ملعب السلام لصالح البنك الاهلي؟ دي صدفه؟ طب هل كان صدفه انه اخر اربع مباريات على التوالي للاهلي مع البنك الاهلي كل مباراه فيها كارثه تحكيميه؟ ومش راينا، هنفكر بالاراء اللي حصلت وقتها. لو تفتكروا في موسم 2021 الحكم بيلغي هدف صحيح جدا لايمن اشرف، كان ايمن اشرف في النادي الاهلي لسه، طالع بكره عاليه ولعبها بدماغه، الحكم كان ميدو سلامه وكان حكم الفار عمرو الشناوي، اتلغى الهدف. وهنفكركم مش راينا، وقتها كابتن احمد حسام ميدو في قناه النهار اتكلم عن خبير اجنبي قال رايه في هذه الغلطه، عشان تعرفوا الاهلي حقه القانون وبيدبح باثر رجعي. نفكركم بيه. انا سالته عن الـ عن الـ عن الهدف اللي تم الغائه، والراجل قال لي ان هو متفاجئ ومش مصدق ان الحكم لغى الجول، بيقول ان الكره جول 100%، بيقول ان 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 ذا فورورد يعني عنده المهاجم اللي هو في الحاله دي ايمن اشرف عنده كل الحق ان هو يروح للكوره. انا عن نفسي كنت انا شايفها مش جول. هو بيقول ان هو دخل في ارجمنت مع الان شيرر الاسبوع اللي فات في في في, في الاستوديو في انجلترا في هدف برضه مماثل على ماجواير، والان شيرر كان بيقول ان هي فاول وهو قال ان هي مش فاول، فهو بيقول ان الجول بتاع النادي الاهلي جول 100%، وهو متفاجئ ان الكره او الحكم راح للفي ار ولغى الجول. ميدو بيقول لك الخبير الانجليزي جلاجر وقتها لما بعت له الحاله قال له انا متفاجئ انه ازاي حكم يلغي هذا الهدف، ولو الهدف ده اتلغى اهداف كتيره جدا في الدوري الانجليزي تتلغي. المساله وفي الدوري المصري تنافس عادي جدا، ما كانش ينفع يروح فار ولا الفار يستدعيه ولا يلغي الهدف، لكن مع الاهلي اي حاجه تتلغي. على فكره رأي الكابتن سمير عثمان الخبير التحكيمي وقتها كان هو ده. الهدف رأيك فيه ايه؟ انا لو حكم مباراة هحسب الهدف ومش هرجع للفار. لو لعيب نادي الاهلي ساند قبل ما يلعب الكورة لو ساند قبل ما يلعب الكورة هنقول هنا ايه؟ اهي لا هنا هيبقى في خطأ، انما هنا لما تشوف هتلاقي لعيب النادي الاهلي وهو طاير في راسه خلاص ده طاير عادي. انت عارف لو لعيب النادي البنك الاهلي يا كابتن سيف لو حاول يعمل جامب حاول يعمل جامب لفوق خلاص ده فاول، انما انت هنا واحد عاوز يلعب كوره لكن ايمن اشرف مفيش منافسه معاه في الراس، فين؟ مفيش حد معاه خالص يعني ايمن اشرف. وخلي بالك واللعيب الثاني بتاع البنك الاهلي اللي بيطلع الكوره بص رجله كمان رايحه فين، فالثاني ده برضه بيوصي. انا شايف هي لعب من الالعاب الصعبه اللي هي انا زي ما قلت في البدايه حضرتك لو انا الحكم نجيبها من الله في الحاجات دي بيبقى فيه ما تبقاش صح. طب اسال حضرتك سؤال يا كابتن، حضرتك حكم وحسبت والفار قال لك فاول تعمل ايه؟ تمام مش هروح للفار خلاص. مش هروح للفار خلاص. ايوه هي دي بقى. خلي بالك يا استاذ ابراهيم الحكم يوم كان مين؟ كان ميدو سلامه حكم صفاره وعمرو الشناوي في الفار. طيب اعكس بقى هم لما بقى ميدو سلامه حكم فار عمل ايه مع الاهلي؟ على فكره دي اشاره ذكيه جدا من المهندس عدلي. لما ميدو سلامه يضيع حق الاهلي في الماتش ده يجيبوه للماتش اللي بعده. بس زي بالظبط محمد الحانف لما يخطا في اخر مباراه للاهلي مع البنك ويتوقف يجيبوه للي بعده. حدوته فعلا غريبه جدا بعد الفاصل.